وزيرة الثقافة. أليه. لأن هذا احنا أنت مع المنع؟ مع المنع 1000%. مع نعيش الدورة عليك. نحن نعيش في مأساة كبيرة جدا. يا ناس افهموها. راهو غزة تحترق. راهو غزة تحترق. يعني شو دقيقة ما قصيتش عليك يا سيدي. إي تفضل سيدي. ما يسالش أنت نعرفك أنت سيفيليزي عليا ومتقدم. لا سيدي ماشي خليني خليني نتكلم. أنت تعرف أعطوني فيلم واحد من البدات. تو جي 100 سنة. بدات راهي فيه على المقاومة ونجح. وضرب بعضك وقدم الذي قدموا أطفال الحجارة وأطفال خزة جيت مخرجين فلسطينيين سامح لا مش على يزيب لا يزيب يزيب وش يأكلوا وبش يشربوا وبش يقولوا كلماته وبش يقعدوا نحن قدام مأساة كبيرة إيش هي مأساة شو المأساة هاي كل تحب أقول لك الحاجة تحب أقول لك الحاجة يمكن اللي هو شاءة الأقدار ولأنهم شوف هذا الأطفال شوف تعرفه اللي فيلم أول ما أنتجه في هذه الدورة بتاع السينما بتاع المارش اللي كانوا بش يحتفلوا بها هو تونسي يهودي فرنساوي واحب بنته هذه يا سيدي شمامة الشكلي يحب يربيها فين في القدس المحتلة وذلك اللي تكون ضد القضية الفلسطينية لا 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 يدخل يدخل عايشكم عايشكم دمار راو دمار بتاع التجارة العربية نحن نتألم نحن نعيش في قصف نفساني نفساني رهيب جدا نحن نعيش في حالة اختناق نحن نعيش في حاجة يعني مأساة مأتم راو مأتم يوقف كل شيء عندك قضية قدام احنا وجهة نظر شو الكلام هذا خليني معي